حسب. طبعا المؤلف هنا ذكر موضوع التصاوير، التصوير من كبائر الذنوب، لذلك جاءت فيه الحديث بصيغ متعددة، تارة ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وقوله هذا حديث قدسي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار. واحد من هذه الحديث يكفي يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هذا استفهام، يعني لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق، يعني يحاول أن يخلق خلق الله. ولعن الله المصورين، اللعن طرد من رحمة الله، وهذا من أشد أنواع الوعيد، ومن الوعيد الشديد كل مصور في النار، ومن ألفاظ العموم. ودل قول ابن عباس على أن المراد بالتصوير ما كان من تصوير ذوات الأرواح، لأن مصورا كان مهنته التصوير، لما ذكر له ابن عباس نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير تغير وجهه، فقال إن كنت لابد فاصنع الشجر ونحوه وما لا روح له. فدل على أن إيش صحابي العالم الفقيه المفسر ابن عباس دل على أن التصوير المنهي عنه هو تصوير ذوات الأرواح، أما الشجر شمس ساحل جبل هذا لا بأس به، أما تصوير ذوات الأرواح كالبشر كالطيور كالأسماك حيوانات هذا لا يجوز، وهو الداخل في الحديث. طبعا كان هذا نحتا تماثيل وتخطيطا باليد، هذا لا شك أنه إيش داخل في الحديث، لكن لما استحدث في هذا العصر ما يسمى بحبس الضوء، وهو التقاط الصور وحبس الظل في الكاميرات المعروفة، هذا اختلف العلماء، أكثر العلماء المعاصرين من أهل السنة على التحريم، قالوا حرام لأنه داخل في عموم كونه تصوير، حتى أن هذا الذي يمارس هذا الفعل يقال عنه ماذا؟ مصور. ماذا تشتغل؟ مصور، فلان مصور. فالوعيد شديد في مثل هذا يتجنبه المسلم، بما أنه كثير من العلماء قال بالتحريم، ومنهم من قال لا ليس بحرام، لأنك في حقيقة الأمر أنت ما صورت شيء وإنما عكست هذه الصورة، فأشبه ما يكون إيش بالصورة التي بالمرآة، المرآة الآن تعكس الصورة نفسها، حتى من رآها ما يشك أن هذا فلان، لماذا؟ لأن هي الصورة نفسها. وهذا العكس يكون حتى في الزجاج العادي اللي ليس مرآة، ويكون حتى في الماء لما يكون ماء صافي ممكن الإنسان يرى وجهه، فلأنه يعكس الصورة نفسها فهو ليس داخل في التصوير المنهي عنه، لأنه هنا ما عمل مضاهاة. لكن هل هذا قول واحد ولا مختلف فيه؟ مختلف فيه، من العلماء من يحرم ذلك مطلقا، وما كان محرما فلا يجوز إلا للضرورة أو الحاجة الضرورية، ولذلك حتى من العلماء من يقول بتحريم التصاوير الأوتوغرافية أجازه فيما يضطر إليه الناس، مثل التصاوير لإثبات الشخصية، الله يقول في كتاب ما جعل عليكم في الدين من حرج، بدون لا تعطي التصاوير تتعطل كل مصالحك، لا تسافر لا تخرج لا تأتي، اطلب منك إثبات هوية، حتى تأكل حتى تشرب حتى تسافر حتى تتنقل، أي تفتيش أي حاجة كل مطلوب منك. والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، لو أن إنسان تجنب هذه التصاوير كلها ما استطاع أن يعيش إلا بعسر، أو يذهب إلى أن يعيش في الصحراء، فلوجود هذه الضرورة أجازه. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من أشد الناس يعني في هذا الباب تشددا، فكان لا يجزي لأحد أن يصوره في محاضرة أو نحوها، لكن بعد ذلك له كلام ثابت قد سطر كلامه ومسجل بصوته، قال تأملت فوجدت أن تصوير المحاضرات والدروس والفتاوى أشد حاجة للناس من تصويرهم للهويات، كم وكم يستفيد الناس في تصوير الفتاوى والمحاضرات، يستفيدون أمورا في دينهم، يتعلمون العقيدة والعبادة والأخلاق والدين والفتاوى،
قال هذا أشد حاجة من إيش؟ لما أجزنا لهم يصوروا لحفاظ النفوس والجوازات ونحوها. فإذاك حتى المشايخ اللي يقولون بالتحريم، ومن أشد الناس من يقول بالتحريم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ومع ذا قال لكن لو صور شخص عالم وهو يؤدي صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لكان ذاك حسنا، لأن الناس بحاجة ضرورية إلى ماذا؟ إلى أن يقيموا الصلاة. ولذاك عامة جمهور المسلمين عندهم خلل في صفة صلاته، اللي يركع خطأ، واللي يسجد خطأ، واللي يضع يديه خطأ، واللي يكبر خطأ، واللي أخطاء كثيرة. فلو صور هذا يعني لعالم أو طالب علم يعلم الناس كيف يصلون، قال له كان هذا حسنا. قال ومثل ذاك لو صور عالم وهو يؤدي مناسك الحج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فيأتي واحد يقرأ السنة قراءة متأنية يعرف أحكامه ويحج ويصور وهو يؤدي المناسك، كيف يطوف، كيف يلبس الإحرام، كيف يرمي الجمرات، حجم الحصى. قال له كان هذا حسنا مع أنه يقول بتحريم. قال لكن مثل هذا، هذه حاجة ضرورية يحتاجها الناس. على كل حال الذي أنصح به نفسه وإياكم عدم التوسع، لهذه المسألة كما سمعتم فيها حديث خطيرة جدا. صحيح أن الليتوغرافي هذا قد مختلف فيه، لكن كثير من المشايخ يقول بالتحريم، فإذا كنت لست بحاجة إليه لا تفعله، تجنبه ما استطعت لذلك سبيلاً.